السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أحبابي في حلقة جديدة من سلسلة رجال حول الرسول. قصتنا اليوم عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. يلا بينا نبتدي القصة. كان في بني عبد مناف، ودي القبيلة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم منها، 5 رجال بيشبه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، قريبين منه جدا في الشبه، حتى ان الناس اللي نظرهم ضعيف ضعاف البصر كانوا بيخلطوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد طبعا حابين تعرفوا مين الخمسة اللي بيشبهوا النبي عليه الصلاة والسلام: ابو سفيان ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعة، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي ايضا، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الامام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي ابن السيدة فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله عليه. وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أبو طالب على الرغم من أنه كان سيد في قومه إلا أنه كان فقير وعنده أولاد كتير، وزاد حاله سوء بسبب السنة اللي انقطع فيها المطر، فالناس كانوا فقراء جدا في السنة دي، حتى ان هم اضطروا ياكلوا عظام الحيوانات واوراق الاشجار، وما كانش في الوقت ده اغنى من محمد بن عبد الله وعمه العباس. فمحمد صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عم، ان اخوك ابو طالب عنده اولاد كتير، وزي ما انت شايف السنة دي اغلب الناس فقراء وجوعى، فتعالى نروح نحمل عنه بعض عياله، فاخذ انا فتى من اولاده وتاخذ انت فتى اخر، فنهتم بيهم ونرعاهم ونتولى امرهم. فالعباس قال له: فعلا دي فكره كويسه جدا، فانت دعوت الى خير وحضرت على بر. انطلقوا لغايه ما وصلوا عند ابو طالب، فقالوا له: ان احنا عايزين نخفف عنك بعض العبء اللي عليك من أولادك لغاية ما ربنا يرفع الضر اللي مس الناس. فقال لهم: ما عنديش مشكلة، المهم ان انتوا تسيبولي ابني عقيل. محمد صلى الله عليه وسلم أخذ علي، والعباس أخذ جعفر. علي دنوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان. وجعفر دنوا مع عمه العباس حتى أصبح شاب وأسلم واستقل بنفسه. انضم جعفر بن أبي طالب هو وزوجته أسماء بنت عميس إلى الإسلام منذ بدايته. أسلموا على يد الصديق أبو بكر رضي الله عنه قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل دار الأرقم، ولكنهم لقوا من أذى قريش ما لقيه المسلمون الأوائل، فصبروا على الأذى لأنهم كانوا عارفين أن طريق الجنة كله أشواك وصعاب، وما فيش أي حاجة لازم تحول بينهم وبين أداء شعائر الإسلام وتحرمهم من أنهم يتذوقوا لذة العبادة. في الوقت ده استأذن جعفر بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر هو وزوجته ومجموعة من الصحابة لأرض الحبشة، فأذن لهم وهو حزين جدا لأنه كان بيعز عليه مفارقة أهله وإن هم يفارقوا ديارهم وأرضهم، المكان اللي تربوا فيه وكبروا ولعبوا وقضوا أيام مع أصدقائهم وقضوا فترة شبابهم، إلا إن هم ما كانش قدامهم غير إن هم يقولوا لنا الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يدفع عنهم أذى قريش. المجموعة الأولى من المهاجرين وصلت أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في رعاية النجاشي ملك الحبشة، ومن أول يوم منذ أسلموا يذوقوا طعم الأمان ويستمتعوا بحلاوة العبادة من غير ما حد يضايقهم أو يعكر عليهم صفوهم وسعادتهم بالاستمتاع بالعبادة. لكن قريش لما عرفت ان هم تركوا ارضهم وراحوا ارض الحبشة ما سكتتش طبعا، وبعتت مجموعة من الناس علشان يحرضوا النجاشي ان هو يرجعهم الى مكة. لكن طبعا النجاشي غضب غضب شديد وقال: لا يمكن اسلمهم ابدا الا لما اسمع منهم. فسأل جعفر بن ابي طالب اللي تقدم للكلام ان هو يكلمه عن الدين الجديد،
فقال له ان الدين دعانا الى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كان يعبد اباؤنا من الحجارة والاوثان، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الكذب واكل مال اليتيم، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله. أما قومنا فعادونا أشد العداوة وعذبونا أشد العذاب علشان يسكنونا عن ديننا ويرجعونا لعبادة الأوثان. التفت النجاشي لجعفر بن أبي طالب وسأله: معاك شيء من اللي جه بيه نبيك عن الله؟ فقال له: نعم. فقرأ عليه بدايات سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وأتم قراءة جزء من السورة. فبكى النجاشي بكاء شديدا، وبكى من كان معه لما سمعوا كلام الله. في الوقت دوت النجاشي قال إن اللي جه بيه نبيك ده هو نفسه اللي جاء به عيسى عليه السلام. وبعدين التفت لعمر بن العاص وصاحبه اللي كانت قريش بعتاهم علشان يطلبوا من النجاشي انه يرجع المسلمين، وقال لهم: والله لا اسلمهم اليكم ابدا، لا يمكن اسلمكم ليهم ابدا. قضى جعفر بن ابي طالب هو وزوجته في بلاد الحبشة 10 سنوات امنين مطمئنين. وفي السنة السابعة للهجرة غادروا بلاد الحبشة مع مجموعة من المسلمين متجهين إلى يثرب. في الوقت ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة من خيبر بعد ما فتحها الله له. ففرح جدا بلقاء جعفر وقال له: أنا مش عارف أفرح بإيه ولا إيه، أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وما كانتش فرحة المسلمين بس كبيرة، والفقراء كمان كانوا مبسوطين كلهم بعودة جعفر والرسول صلى الله عليه وسلم كمان. فجعفر ابن أبي طالب كان شديد العطف والرعاية على الضعفاء وبيبرهم كتير، لدرجة انه كان بيلقب بأبي المساكين. أبو هريرة بيروي بيقول ان جعفر كان خير الناس لنا نحن معشر المساكين، فكان الفقير منا يروح لبيته فيطعمه أي شيء موجود عنده، وبيدور على أي حاجة يديها له. جعفر ما قعدش مدة طويلة في المدينة، ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيش كبير لمحاربة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ولما وصل المسلمون لمؤتة، وهي قرية قريبة من الشام في الأردن، وجدوا أن الروم جهزوا جيش كبير يزيد عن 200,000، وجيش المسلمين كان تقريبا 3,000. كانت معركة كبيرة جدا استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ولما بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة حزن عليهم أشد الحزن، وانطلق لبيت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب. وجد زوجته أسماء بتستعد لاستقبال زوجها وكذلك أبنائه، وكانت عجنت العجين ونظفت البيت واهتمت بأولادها ولبستهم لبس جميل. قالت أسماء: لما أقبل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم حسيت إن على وجهه حزن شديد، فقلقت وخفت، بس ما حبيتش أسأله عن جعفر علشان كنت خايفة أسمع كلام أنا مش حابة أسمعه. فحياها وقال: ائتني بأولاد جعفر، نديلي الولاد. فجابتهم، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم فرحانين ومبسوطين وبيتزحموا عليه، كل واحد فيهم عايز يحضنه ويبوسه الأول. فقعد يحضنهم جامد ويبوس فيهم وعينيه بتبكي. فقالت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ أنت عرفت أي أخبار عن جعفر وأصحابه؟
قال نعم لقد استشهدوا هذا اليوم. في الوقت ده البسمة راحت من وجوه صغار جعفر لما سمعوا أمهم بتبكي بكاء شديد، وقفوا في أماكنهم وما كانوش مستوعبين إيه اللي بيحصل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقعد يمسح دموعه ويقول اللهم اخلف جعفر في ولده، اللهم اخلف جعفر في أهله، يعني اجعل لولده وأهله خلف وعوض لهم في الدنيا. ثم قال لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ الخوادم. ودي رؤية كويسة ان جعفر ابن ابي طالب شهيد وفي الجنة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. رضي الله عن الصحابي الجليل جعفر ابن ابي طالب ورحمه رحمة واسعة. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.